كده العزازه تلبس عليك وكلشي مزيان. البنيات المبتدئات اللي كان نقدم لكم هذا البغرير، ولا كاين اللي يقولوا البغرير وكاين اللي يقولوا خرينغو. حنا صحاب الشرق بركان كيقولوا خرينغو، ومن جهه اخرى كيقولوا البغرير. وهذا البغرير اللي درت مصحي بزاف البنات، صحي صحي صحي. شفتوا كلشي تقول الله درتو بخمره بلديه وخمر، ديروه وتاكلوه والله ما غادي يضركم ما والو، مع العسل الحره ما شاء الله. ها هي العسل الحره مع البغرير نتاع القمح بن خالتو وشويه سميده مخلطه، وجربوه البنات وغادي تشبعوا. ما شاء الله ما تشبعوا منه، والله ما تشبعوا منه. شوفوا البنات شوفوا كلشي متقب، شوفوا دعمونا باللايك البنات، دعمونا باللايك لايك لايك. هيا غادي نقدم لكم المقادير ديالو وكيفاش باش يخمر. نقدم لكم ان شاء الله البغرير اللي غادي نديرو البغرير اللي غادي نديرو بالقمح بنخلطو وسميده رقيقه، ولا داك الفينو اللي عندكم سميده رقيقه اللي عندكم طحنوها طحانه ولا ترومكس اللي عندكم. انا طحنت هاد القمح بنخلطو مع السميدة، ها هي السميدة الرقيقة، السميدة الرقيقة ها هي هادي سمو المويان. أنا طحنتها مع هاد القمح بنخلطو، وغادي ندير فيه الخمرة بلدية ها هي راني درتها هي. غادي نعجنها في تيرموميكس، غادي ندير فيها شوية باش ما نديرش ديك الخماره اخرى، ندير غير خماره بلديه صافي. ونخلي احمر ونعجنو مع الملح وشويه العسل باش يخمر فيه الساع شويه. وانا معاكم هو هذا الترموميكس مع شويه العسل والخماره البلديه، وغادي نطحنهم. ها هو البغرير البنات كان طيبو. هاهو البنات نتيبو واحد حبة بحبة صغيرة، تقيبات إن شاء الله. البغرير اللي رحنا نطيبو راه خمر بالخمارة البلدية ما شاء الله، تاكلو بعدا وما يضر ما والو. هاهو راه